تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. معادنا النهارده وفيديو خناقه ابن مرتضى منصور بيمشي على نهج ابيه، اشتبك مع مسؤولي بنادي مصر في المدرجات. اللي حصل بالتفصيل قبل ما اجيب لكم الفيديو، ان اشتبك امير مرتضى منصور المشرف على كره القدم بنادي الزمالك مع احد مسؤولي نادي مصر بعد انتهاء المباراه التي جمعت بين الفريقين وحصل التعادل. بدأت المشادة في المدرجات بعد اعتراض أمير مرتضى على تعمد مسؤول مصر إخراج هاتفه لتصوير فيديو لحوار بين المشرف على الكرة أمير مرتضى وأحد الحاضرين، وتطور الأمر لخناقة ومشادة لفظية ما بين المسؤول وما بين أحد جماهير نادي الزمالك، وحصلت شد وجذب. هوريكم الخناقة دلوقتي، بس قبل ما اوريكم الخناقة حضرتك لازم بعد اذنك تدعمني بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اخبارنا وكل اشعاراتنا الخاصة بالنادي الاهلي او اي او نادي اخر. الناس اللي بيدخلوا من الفيسبوك باليوتيوب بيطلب منهم تسجيل الدخول، انا لقيت لكم تركاية كده. التركاية فوق اي فيديو هتلاقي التلات نقط اللي قدام حضراتكم دي اللي جنب بعض، تلات نقط دول اللي جنب بعض دول هتدوس عليهم هيفتح لك، لو انت داخل من الفيس هيفتح لك القايمة اللي حضرتك شايفها دي، هتكتب هتروح دايس على فتح في اليوتيوب، بس كده هتلاقي ان انت بقيت اكنك مسجل دخول في اليوتيوب. هتقدر تعمل تعليق، هتقدر تعمل لايك، هتقدر تشترك في اي قناة مش قناتنا بس. هندخل ونشوف الفيديو بعد ما حضرتك تكون عملت الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي عشان تدعمنا وتشترك في قناتنا، وهنشوف امير مرتضى الخناقة اللي عملها في المدرجات بعد ما الزمالك فقد نقطتين امبارح امام فريق مصر. نشوف الخناقة. زي ما شفنا في الفيديو الخناقة ما بين ابن مرتضى منصور واحد اعضاء نادي مصر بعد التعادل والمشادة اللي حصلت ما بينهم والالفاظ اللي اتقالت. في الفاظ احنا ما سمعناهاش، بس في ناس كانت حاضرة المباراة وقالت ان امير مرتضى تلفظ نفس نهج ابوه بالظبط، ما يختلفش اي شيء. طبعا احنا شفنا الزمالك وهو بيفقد نقاط، وقبل كده احمد جمال كان بيقول ان النادي الاهلي يحمد ربنا انه ما لعبش بالناشئين قدام الناشئين، وايام الاوتوبيس لما هربوا وقالوا الاوتوبيس تعطل عشان كانت الناشئين هتعمل سكور على النادي الاهلي، والناشئين امبارح كانت بتنقط زي ما كلنا شفنا. طبعا زي ما قلت لكم من فضلك ادعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الاهلي. زي ما اتفقنا هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق الفيديو، هيظهر لك القايمه اللي حضرتك شايفها دي، هتختار فتح في اليوتيوب. اول ما هتعمل فتح في اليوتيوب هيظهر لك الفيديو، تعمل لايك للفيديو عادي وتشترك في القناه عادي بدون اي تسجيل دخول للناس اللي جايه من عن طريق الفيس. الناس اللي جايه من عن طريق الفيس حضرتك هتعمل الشروط اللي انا بقول لك عليها دي. اي فيديو لينا هتقدر تسجل، واي فيديو في الفيس في اليوتيوب عموما هتقدر ان انت تعمل لايك وتعمل شير وتعمل كل حاجه، تعمل كل حاجه اكنك عامل تسجيل دخول بالظبط في اليوتيوب. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا في فيديوهات النهارده كتير، هننزل فيديوهات. وبشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.